الأستاذ جورج إسحاق يعني صعب إن أنت توصفه بكلمات، يعني قامة وطنية وإنسانية وروح وثابة ومبادرة ومحب لكل الناس، ويعني إنسان نقي ومتصالح مع نفسه، ما بيعاديش حد، بيحب كل الناس حتى اللي اختلفوا معاه. أنا أعرف أستاذ جورج قبل 20 سنة تقريبا، عمري ما حسيت أنه يساري أو ناصري أو ليبرالي، أو يعني طول الوقت أشعر أنه مصري. الحقيقة بوفاة الأستاذ جورج إسحاق مصر بتفقد رمز من رموز النضال الوطني. الأستاذ جورج رحمة الله عليه أعطى وضحى دون أي مقابل، أدعو الله أن يجازيه بقدر ما نال من محبة الشعب. كان جورج سباقا لكل تجمع وطني يعبر فيه عن انتمائه ورغبته في أن يذوب حبا في تيار الجامع لكل أبناء الوطن.